مرحبا بكم عشاق كرة القدم. في هذه الأيام المباركة لا كلام أو تعليق إلا على تصفية كأس إفريقيا لسنة 2024 والذي يقام في دولة كوت ديفوار. قمت بتحويل لاعب منتخب الجزائر محارب الصحراء إلى نساء عن طريق الذكاء الاصطناعي. أخبرونا في قسم التعليقات من هو اللاعب الذي يصلح أن يكون عروسة المنتخب ومن هو الأبشع. ولا تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد أولا بأول. اللاعب السابق ومدرب منتخب الجزائر جمال بالماضي هو من مواليد سنة 1976 في شامبيني فرنسا، يبلغ اليوم 48 سنة. اللاعب الجزائري نبيل بن طالب لاعب وسط ميدان منتخب الخضر، هو من مواليد سنة 1994 في ليل فرنسا، يبلغ اليوم 30 سنة. اللاعب حسين بن عيادة يلعب في مركز الدفاع، وهو من مواليد 1992 في وهران، يبلغ اليوم 32 سنة. المدافع جمال بالعمري هو من مواليد سنة 1989 في الحراش، يبلغ اليوم من عمره 35 سنة. اللاعب الجزائري يوسف العوافي يلعب في مركز الدفاع، وهو من مواليد سنة 1996 في سكيكدا، يبلغ اليوم 28 سنة. اللاعب عيسى ماندي مركزه مدافع، وهو من مواليد سنة 1991 في فرنسا، يبلغ اليوم 33 سنة. اللاعب فارس شايبي مركزه في اللعب وسط، وهو من مواليد سنة 2002 في ليون فرنسا، يبلغ اليوم 22 سنة. اللاعب رايس مبولحي وحارس مرمى الخضر، ولد سنة 1986 في باريس، يبلغ اليوم 38 سنة. اللاعب أنتوني لويس ماندريا مركزه في اللعب حارس مرمى احتياطي، ولد لأب فرنسي وأم جزائرية سنة 1996 في كراس فرنسا، عمره اليوم 28 سنة. اللاعب المتألق بغداد بونجاح مركزه الهجوم، ولد سنة 1991 في وهران، يبلغ اليوم من عمره 33 سنة. اللاعب النجم يوسف بليلي مركزه وسط ميدان، ولد سنة 1992 في وهران، يبلغ اليوم 32 سنة. اللاعب المتألق إسلام سليماني مركزه الهجوم، ولد سنة 1988 في بلوزداد الجزائر العاصمة، يبلغ اليوم 36 سنة. اللاعب سعيد بن رحمة مركزه جناح وسط، ولد سنة 1995 في عين تيموشنت، يبلغ اليوم من عمره 29 سنة. اللاعب رامي بن سبعيني مركزه الظهير الأيسر، ولد سنة 1995 في قسنطينة، يبلغ اليوم من عمره 29 سنة. اللاعب هشام بوداوي مركزه في اللعب وسط ميدان، ولد سنة 1999 في بشار، يبلغ من عمره 25 سنة. اللاعب إسماعيل بن ناصر مركزه وسط، ولد سنة 1997 لأب مغربي وأم جزائرية، يبلغ اليوم من عمره 27 سنة. اللاعب غويري أمين مركزه كمهاجم، ولد سنة 2000 في بورغوان جاليو فرنسا، يبلغ اليوم من عمره 24 سنة. اللاعب آدم والناس مركزه مهاجم وسط، ولد سنة 1996 في شامبري لي تور فرنسا،
عمره اليوم 28 سنة. اللاعب يوسف عطال مركزه ظهير أيمن، ولد سنة 1996 في بوغني ولاية تيزي وزو، عمره اليوم 28 سنة. اللاعب ياسين إبراهيمي مركزه مهاجم، ولد سنة 1990 في باريس، تعود أصوله إلى ولاية غردايا، عمره اليوم 34 سنة. اللاعب محمد الأمين عمورة مركزه وسط ميدان، ولد سنة 2000 في جيجل، عمره اليوم 24 سنة. اللاعب رامز زروقي مركزه وسط، ولد سنة 1998 في أمستردام كندا، يبلغ اليوم من عمره 26 سنة. اللاعب رشيد غزال مركزه مهاجم وسط، ولد سنة 1992 في ديسين شاربيو فرنسا، عمره اليوم 32 سنة. اللاعب حسام عوار مركزه وسط ميدان، ولد سنة 1998 في ليون فرنسا، عمره اليوم 26 سنة. اللاعب سفيان فيغولي مركزه في اللعب مهاجم، ولد سنة 1989 في إيل دو فرانس فرنسا، عمره اليوم 35 سنة. نجم منتخب محاربي الصحراء رياض محرز مركزه جناح، ولد سنة 1991 في سارسيل فرنسا، يبلغ اليوم 33 سنة. Run free and dive into the sky. Hear the wind.